بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه النانو سامبول 1.5 دي سي كما تشوفوا لهنا، باش نبدلوا لها حزام التوزيع لاشين ديستريبيسيون، هي والطوندور تاعها. أول حاجة هي لازم ترفعوا السيارة، ديروا كال سيكوريتي باش ما طيحش عليكم السيارة، ومن بعد تنحوا الروضة هذه الأولى تاع اليمين، ومن بعد تنحوا هذا الكاش، هذا اللي هنا تنحوه باش تبان لكم تبان الرؤية مليح، ومن بعد تجوا لهنا تنحوا هذا البولون تاع التيو تاع كليماتيزر اللي راهو لهنا، باش كي نفتحوا السيبور هذا نفتحوه نقدروا نخرجوا نقدروا نحركوه. ديكليبسوا هذو التيوات تنحوهم بلاصتهم باش نقدروا نخرج جو فوق السيبور موتور، ومن بعد كل شيء يسهل. خاوتي كما تشوفوا راني نحيت السيبور موتور اللي كان لهنا وفتحت ونحيت هذا الكاج اللي تشوف فيه لهنا، واش نراو فيه فيس، هذه لا فيس تاع الكاج راه تجي لتحت، لازم تنحوها منا، لازم تهزوا هذا الكاردبو هكذا بس بالكم الرؤية اللي هنا، والفيس هذا كي تشوف فيه تنحوه من داخل هذه الثقابي، كاينة ثقبة هنا، كاين هذاك الثقبة اللي تشوف فيها الثقابي اللي راه من الداخل هذوك تنحو، وكاينة ثاني بولون راك تشوفوا فيها اللي هنايا الفيس تاع البلاستيك تنحوها من هذه الثقبة، وزيدوا تنحوا هذا البولون ديس اللي راه هنا تاع السيبر موتور، ومن بعد طلعوا تاع السيبر موتور اللي يلصق فيه السيبر لا بيس اللي تلصق فيها السيبر موتور. هذيك الساعه كي نخلصوا هذه الجهه نشوكوا لهنايا ونحوا لابولي هذه، ومن بعد نحوا الكاش تاع بلاستيك راهو تحت لابولي دامبير. هذيك الساعه تبان الرؤيه وتبان لاشين ديستريبيسيون. واش نروحوا برك بشويه وحافظوا على هذو التيوات باش ما يتكسرلكمش، تكون يتكسروا انا مواعرين ياسر. دركا نحو هذا بشويه ونشوفوا خوتي هذا الطرف تاع السيبور باش يخرج، هذا راه يكون تحت لاشين، هو كل يخرج بحيله، طلعوا مليح الموتور ومن بعد جبدوه، من بعد طلعوه لهنا هكذا بشويه، هكذا وطلعوه كما راكم تشوف. هذيك الساعه هاي بانت الرؤيه تاع حزام التوزيع. خاوتي راني نحيت ليكاج وكل كبار راكم تشوفوا، قول هنا نحيت لا بولي دبر، نحيت الكاج ودرت درت لا بانتور هنا، ريبيريتها كما راكم تشوفوا، تقدروا تبريو وين حبيتوا. وشن لازم الفوق ثاني تريبيرو، درت ان ريبير هنا كما راكم تشوفوا وان ريبير لهنايا. دركا نحيت طوندور، شوف راني نحيت طوندور، دركا نحي لاشين نزيد نحيها منا ونجبدها من تحت، نحيتها منا ونجبدها من تحت ومن الفوق كيف كيف. هكذا راني جبتها دركا، واش جديدة لازم ندير لها لي ريبير كما القديمة، نحط لي ريبير تاعو في كما القديمة ونركب. واش قبل ما نركب ديما بلا بريسيون نحو الغبرة اللي راهي كاينة لداخل. خوتي كما راكم تشوفوا لهنا راني ركبت، طيحت لي ريبير تاع الأربع كام تاع لابومب هوت بريسيون كما تشوفوا، ولا رجعت
طوندور شوف كاش راهو، شوف با يكون حابط بزاف ولا هنا كما راكم تشوفوا كما كانت. دركا واش لازم نديرو؟ نزيدو ندورو الروضة، نديرو 5 كام ندورو الروضة ونشوفو كاش راهي تخدم لاشان، ومن بعد خلاص نركبو الدوزان ونفرمو ونوضو. خوتي العملية راهي خلصت كما راكم تشوفو، الحمد لله كلش لاباس. واش نوصيكم؟ نوصي خوتي الميكانيسيان كي انسان يجيب لكم سياره باش تخدموها له، الحاجه اللي ديروها هي ديروا هذه السياره كلي راي تاعكم، وخدموها كلي قد تخدموا بنفسكم. ربي ان شاء الله راوي يطرح لكم بركه في الدراهم اللي تدوها، والزبون يزيد يعاود يرجع يفرح بالخدمه اللي خدمتوها له، يرجع باش يخدم خدمه اخرى، وتوعدكم مصداقيه ما بين الناس، والناس تعود تعرفكم وتعرف باللي خدمتكم راهي مليحه. في الاخير خوتي ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو تاع تبدا الحزام التوزيع تاع السيمبول 1.5 دي سي. نقول لكم في الاخير ما تنساوش تابوني وفي لاشين حابين ميكانيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.